عادي عادي يعني، خلاص مش مشكلة. تمام. طيب السلام عليكم، يعطيكم العافية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. Our topic today is interesting، اللي هو tuberculosis، اللي هو إيش بالعربي؟ السل. يلا طيب يلا يا شباب يلا، متى أول مرة سمعتوا بالسل؟ أها يعني نفس الاشي؟ The first time for me to know. ذاكرين؟ مين كان مصاب؟ مين كمان؟ شكله عداء صح؟ فبالتالي من هون بلشت القصة. ف introduction، أول شيء this is an ancient infectious disease. شو معنى ancient infectious disease؟ قديم جدا صح؟ caused by mycobacterium tuberculosis. شو اسم المايكوبكتيريوم؟ tuberculosis. ورح نحكي هسه عن الأنواع. It has been known since 1000 before century. 1000 سنة قبل الميلاد. In 19,000 يعني بسنة 1900 approximately all of the European adult population were infected with TB. That time there was no treatment. And they believe that there is no treatment and there is no need for treatment until 1950 when there is sanatorium. شو يعني sanatorium؟ اللي عبارة عن المستشفيات اللي كانت تشتغل على الكرونيك انفكشن ديزيز او على الانفكشن ديزيز. شو صار يعمل بهذاك الوقت؟ صار emphasis on the rest. Good nutrition and fresh mountainous air. يعني هواء يكون جبلي. أوكي في ذلك الوقت. أصلا إذا إنكم متذكرين بالمايكرو بالجنرال مايكرو ببدايات هذاك الوقت شو كانوا يعتقدوا الأمراض؟ كانوا يعتقدوا أصلا في بكتيريا أو هاي الأشياء؟ لا شو كانوا يعتقدوا؟ أيوة لحنات أو سبيلز أو هكذا صح؟ طيب isolation led to decrease in transmission. ولاحظوا يوم عملوا isolation الحجر شو صار فيه بالترانسميشن؟ قل. طيب بسنة 1977 عملوا لقاء بلندن حكوا انه بسنة 1990 tuberculosis would be rare وبسنة 2010 شو بيكون؟ It will be just historical disease. And is this true? Not true. Why? Because حاليا infects one third of the population of the whole world. You are talking about 1.5 million deaths due to TB every year. كل سنة كم في عندنا death؟ 1.5 million. الآن consider tuberculosis the World Health Organization منظمة الصحة العالمية أكيد سمعتوها وقت الكورونا كثير consider the most common cause of death resulting from a single infectious agent. يعني من single infectious agent ممكن مين أكثر واحد بيعمل death؟ tuberculosis. Underprivileged population. شو معنى underprivileged population؟ أكثر الأماكن أو أكثر المجتمعات التي تأثر بالتوبركيروسيس أندر بريفليجد، ما في عندها أكسس للصحة، ما في عندها أكسس حتى للماني وهكذا. سنة 1985 incidence is increasing in West. شو صار؟ سنة 1985 صار هيك لحد يعني صار ديكريز بعدد الحالات لحد سنة 1985 then there was increase. ليش صار بهذيك السنة increase؟ لأنه بهذيك السنة اللي انتشر مين؟ الإيدز. لانه اصلا هسه رح نحكي عن التوبركيلوسيس ممكن يدخل الانسان ويظل سيمتومليس ما بيعمل ولا شيء ويظل دورمنت الى ان تقل المناعه. فبالتالي بالديابيتس اميونو سبريست بيشنتس او بالدراج ريزيستنس اذا كان البيشنت دراج ريزيستنس. يس طيب الان كوميونيسبل ديزيز كوز يوجوالي باي مايكوباكتيريوم هومينس اور بوفيس اور افيوم. مين اكثر واحد بياثر علينا احنا من المايكوباكتيريوم؟ ممتاز. مي افكت اني اورجان. مين اكثر اورجان بتاثر؟ لانج بيكوز ات از ذا بيست روت فور ترانسميشن بيكوز اوكي اكشن انفكشن. اما انهيليشن بالتالي بياثر على اللانج او انجستشن بياثر على الانتستين. بالانجستشن مين المشهور؟ البوفيس. الان نوت اول اكسبوزد
get infected. مش كل واحد بصير عنده exposure للتوبركلوسيس بصير عنده infection. ولا كانت مصيبة لحد كل ما تروح هسه السنة الرابعة روتيشن كان كل واحد بتفوت عليه ممكن يكون عنده توبركلوسيس كنا أكلنا هوا صح؟ genetic makeup هاي بدي اياكم تتذكروها. There was I believe that there is a genetic makeup until now to NRA and P polymorphism. Mostly self-limited. معظم الأوقات شو بتكون؟ self-limited. اوكي طيب الان since TB is a disease of respiratory transmission optimal condition for transmission افضل الاماكن ما حنش كان respiratory. طيب شو افضل الاماكن بكون فيها respiratory transmission؟ مثل overcrowding. That's why اكثر المجتمعات انتشارا عند TB Indian people لانهم اكثر الناس اللي عندهم ايش؟ overcrowding. poor personal hygiene, poor public hygiene صح؟ و poor nutrition. مش هيك شو حكينا؟ under privileged population. mycobacteria are slender rods that are acid fast. كم سلايد صرنا ماشيين؟ يمكن 12 سلايد. لحد الان في اشي صعب عليكم؟ حلو صح؟ ف mycobacteria are slender rods that are ايش؟ أسيد فاست باسيلاي. اسمها معروفة. في حدا ما بيعرف إنه مايكوباكتيريا توبركلوسيس أسيد فاست باسيلاي؟ هاي لازم تحفظوها. أسيد فاست باسيلاي رح بالمايكرو أكيد أخذتوها وبشرحها وليش بتكون زي هيك. مايكوباكتيريا هومونس is responsible for most cases of tuberculosis and this is important. أوكي. أوروبارنجيل and intestinal tuberculosis اللي هو عن طريق الدرينكينج ميلك اكثر شيء بيجي مع مين؟ مايكوباكتيريوم بوفيس. لكن هسه هذا ايش صار؟ رير. ليش؟ لانه احنا صار عندنا بنعرف عن الميلك والباستورايزيشن تبع الميلك صح؟ لا مشان هيك شو صفى اكثر شيء احنا شو طريقه الترانسميشن؟ مايكوباكتيريوم مين؟ هومنس. مش تخربطوا بالامتحان تروح احكي لكم موست كومون احط لكم بوفيس ولا ايفيوم. مين ايفيوم؟ جبنا سيرتها من قبل. ايفيوم عند مين؟ عند الايدز بيشنت. حكينا بالايدز اذا كانت تي هيلبر سيلز ليس ذان 50 مين بيجي عندهم؟ مايكوباكتيريوم ايفيوم كومبلكس. اوكي اجين بالانتستين. اذا شرحت من قبل تذكروا انهم كيف ممكن تنتقل عن طريق الترانسبيرت ترانسميشن كافينج سنيزنج او اني اذر واي ذات ويل اكسبل باسيلاي انتو ذا اير. صعبه الى الان؟ طيب شو الـ environmental factors حكيتهم من قبل اللي هم عبارة إما small enclosed spaces inadequate ventilation وهكذا كل هاته أشياء اللي بتكون بالـ overcrowding. لسه هون بنيجي للوقت هون بنيجي على الباثولوجي على المضبوط pathogenesis. كيف بيصير كيف بيصير tuberculosis؟ ممكن أخذته بالمايكرو I'm not sure. طيب إذا هاي بالنسبة لكم لعبة لحد الآن صح؟ إذا بس نحكي mycobacterium tuberculosis إيش الـ pathogenesis؟ The first thing is to be taken up by whom? By macrophages. فبالتالي تيبي بس اللي taken up by alveolar macrophages through the action of receptors on their surface. There are receptors, mannose receptor, they will take up the bacilli. Then we are lucky, they will be killed. صح؟ هون التبركيروسيس بتقول لك أنا أصلاً بدي إياك إيش؟ تعمل لي فاجوسيتوسيس. لأن شو بتعمل بس تصير لها فاجوسيتوسيس؟ It will inhibit microbial killing. كيف؟ By interfering with phagolysosomal function. فالفاجوسوم اللي بتم يصير لها internalization بالداخل ما بيصير لها ايش؟ اتحاد fusion with the lysosome. فبالتالي شو بيصير بالبكتيريا؟ بيصير لها proliferation of bacilli that were taken up by the macrophages. بين شو بيصير بهاي الماكروفاجز؟ كان بي رابتشرد وبالتالي بتطلع البكتيريا لبرا للدم. فشو بصير في عند البيشنت؟ بكتيريميا. What else? Majority of the patient are هيركزوا عليها symptomless. دير بالكم واحد يقول لكم symptomatic تقولوا له yes it is ايش؟ عشان هيك بالمستقبل لو واحد سألكم واحد اجى توبركلوسيس شو بتحكوا له most common ايش بيكون البيشنت؟ symptomless ما عنده symptoms. قول هاي القصة اللي بنحكيها the first 3 weeks. شو بصير بعد ال 3 weeks؟
الان شو بصير في عندي after 3 weeks؟ احنا حكينا macrophages وهكذا ممكن يصير لهم movement of the macrophages and into the lymphroid. طب شو بصير بالليمفرود؟ بصير عندي CD4 plus T helper cells ترسل او بتفرز interferon gamma. هون ببلش اللعب المزبوط. الانترفيرون جاما والاكتيفيت ذا ماكروفاجز بتطلع ميدياترز فبالتالي شو بصير عند بصير عند بكتيريال كيلينج. ذاتس واي اف بيشنت هاز ابنورماليتي وذ انترفيرون جاما ذن ذا بيشنت ويل نوت بي ويل بي مور سسبتبل. ممكن يصير في عندي شو يسموها بروجريسيف برايمري تبركلوزس. رح نشرحها اكثر. رح يصير في عندي ايش انفكشس ديزيز مزبوط وديزيز تمام. What else؟ هسا إذا إحنا عملنا CD4 شو طلعت قلنا؟ انترفيرون جاما. الانترفيرون جاما مين عملت اكتيفيشن لمين؟ ماكروفاجز. هسا بيجي دور مين؟ الماكروفاجز that are activated. ما بنحكي عن الماكروفاجز اللي كانت أول first 3 weeks اللي حكينا شو عملت أول ماكروفاجز؟ كانت هبلة بس أخذت الباسيلاي والباسيلاي بالعكس صار لها بروفريشن then it goes to the blood. لكن شو كانت الإسكيب ميكانيزم تبعية الماكروفاج؟ إنه وين راحت؟ على الليمفرود. قالت انا مش قدها. وين راحت؟ على الليمفرود. يوم راحت على الليمفرود صار عندي سي دي 4 سيلز عملت الارسلت الانترفيرون جاما. هل الانترفيرون جاما خلت الماكروفاج مور سبيشاليزد فور كيلينج ذا بكتيريا. الان الماكروفاج الاكتيفيتد ويل برديوس دي ان اف تيومر نيكروسيس فاكتور اند ذس از امبورتنت. ليش امبورتنت؟ لان حكيت لكم بالمحاضره السابقه بايش مشهوره التوبركلوسيس. شو اسم الشيء الديزيز المشهوره فيها؟ شو الكلمة؟ جرانيولوما. مشهورة الماكروفاج بالجرانيولوما. أصلا لو ما كان عند البيشنت جرانيولوما معناها البيشنت رح يصير عنده مشاكل كثير. فبالتالي أنا هون بدي أدخل لنقطة. أوكي this is a very important and potent immune mechanism to kill the bacteria. لكن رح ندخل بشغلة اللي هي إيش؟ هايبر سنسيتيفيتي. فبالتالي أوكي I'm killing the bacteria I'm making granuloma لكن البيشنت راح تصير عنده مشكلة. هي شو هي؟ هايبر سنسيتيفيتي. أوكي فبالتالي which tumor necrosis factor and recruit monocytes. المونوسايت شو بتعطي بعدين؟ histocytes macrophages which then differentiate into epithelioid histocytes. لأن نوع الهيستوسايتس اللي بتكون بالجرانيولوما شو اسمها؟ epithelioid histocytes a characteristic feature of granuloma inflammation. إلى الآن واضح الأمور. What next؟ مع الوقت الإميون ريسبونس lead to causation. فبالتالي صار عندي two arms المشهورين عندي بمين؟ الذراعين مشهورين بالتوبركلوسيس جرانيولوما and causation. لأنه كنا نحكي من قبل بالمحاضرات السابقة مثلا بالinterstitial lung diseases أو حتى الفنجاي كان يكون عندهم جرانيولوما وممكن يصير عندهم نكروسيس but not كازياس نكروسيس. أوكي فتذكروا كازياس نكروسيس مين كان أحد أسبابه؟ تيومر نكروسيس فاكتور. فبالتالي راح تعرفوا بعدين في patients إحنا بنعطيهم anti TNF anti tumor necrosis factor. مين هم هذول patients؟ تبعون مثل روماتويد أرثريتس عبارة عن أوتو اميون ديزيز. تسمع بروماتيزم اوتو اميون ديزيز. هذا الاوتو اميون ديزيز احدى الميدياترز اللي بتلعب فيه مثل مين؟ تيومر نيكروس فاكتور. في احدى العلاجات شو بنعطيه؟ انتي تي ان اف. لكن لو البيشنت ان لك صار عنده توبركلوسيس او كان عنده توبركلوسيس من قبل بفوكس بصير له ايش؟ ري اكتيفيشن بسبب مين؟ الانتي تيومر نيكروسيس فاكتور. فبالتالي TNF is important, interferon gamma is important. مع الوقت causation is tissue necrosis. مع الوقت شو بصير في عندي؟ healing. فتذكر نهاية الفوكس تبع التوبركلوسيس شو بصير له؟ healing. مع ذلك هذا الهيلينج ممكن تكون في عندي أكم من بس اللاي شو مالهم؟ متخبيين. طيب هاي حكيتهم قبل شوي as a point حبيت أحطهم بهذا طريقة على أساسكم تعرفوها. اللي بدي يقرأ أكثر بالنص بإمكانه يقرأ هنا as a story. بدي شغلة ثانية بس تتذكروها إنه شو هي التي هيلبر راح نحكي عنهم؟ تي هيلبر 1 صح؟ من الأشياء اللي بتطلع كمان النايتريك أوكسيد. أوكي؟ طيب
هذا كرتون بس مراجعة سريعة. إذا again هاي دخلت البكتيريا، هاي مين هاي؟ مايكو بكتيريوم. طبعا the first line هسه نشرحه first 3 weeks اوكي. فاجين هاي المايكو بكتيريوم قلت لكم ترتبط مين؟ ريسبتورز. على مين؟ على الفيولر مايكروفيج. هل هي دخلت جوات الفاجوسوم؟ لكنها مع ذلك لو صارت داخل الفاجوسوم هل بصير لها كيلينج بالبدايه؟ لا. شو بصير لها؟ بالعكس بروليفريشن. كيف بصير لها بروليفريشن؟ عن طريق الماتشوريشن ارست. ايضا لاك اوف اسيد بي اتش بتمنع الاسيد بي اتش تبعيه الماكروفاج اند ان افكتيف فاجولايسوم فورميشن. فبالتالي ما بصير كيلينج لمين؟ المايكوبكتيريوم. بالنهايه شو بصير في عندي؟ بكتيريميا وذ سيدنج اوف مالتيبل سايتس. حكينا اول ستوري وين؟ فيرست 3 ويكس. فكانت الماكروفاج شو مالها؟ هبلة مش قادر تعرف الموضوع. طب ما تروح وين؟ على الليمف نود. بالليمف نود مين اللي بيساعدها؟ التي سيلز. التي سيلز شو بتطلع فاكتور؟ احفظوا لي اياه، انترلوكن 12. فبالتالي التي سيل بتصير تي هيلبر 1 سيل. التي هيلبر قلت لكم رح تطلع فاكتور مهم جدا، شو اسمه؟ انترفيرون جاما، اللي بتخلي الماكروفاجز ايش؟ سبيشاليزد، بتتحول ل بتصير اكتيفيتد ماكروفاجز. هون بصير في عندي فاجلو لايسوسوم ماتشوريشن، بصير في عندي برودكشن اوف نيتريك اوكسايد ورياكتيف اوكسجين سبيشيز. هذول النيتريك اوكسايد ورياكتيف اوكسجين سبيشيز شو بيعملوا؟ كيلينج. وايضا اوتوفاجي. فصار عندي ايش هون؟ مايكوبكتيريال كيلينج. مش بس هيك، الماكروفاج شو بتعمل؟ بتطلع حكينا تيومان كروس فاكتور، اللي وظيفته شو يعمل؟ مونوسايت، تحولها الى ايش؟ ابيثيليويد هيستوسايتس. فتذكروا مين اللي بيحولهم لابيثيليويد هيستوسايتس؟ شو اسم الفاكتور؟ تيومر نكروسيس فاكتور. والانترفيرون جاما شو كانت وظيفته؟ انه يعمل الماكروفاجز ايش؟ اكتيفيشن. والانترلوكين 12 شو عمله بالتي سيل؟ خلاها تحولها تتحول الى تي هيلبر 1 سيل. واصل الفكره الان؟ ناو از ات ايزي؟ اكيد. طيب وقلنا بعدين بصير في عندي كازياس نكروسيس. طيب شو الساينز اند سيمبتومز فور ذيس بيشنتس؟ في عندي ايرلي سيمبتومز اند later symptoms. الايرلي مثل common cold symptoms، الرشح listlessness، بصير عندهم الفراغ، اذا فتيغ، فيفر، minimal productive cough of yellow or green sputum and feeling of malaise اللي هو التعب العام. later symptoms اللي هم المشهورات بالتبركيلوسيس، اللي اي واحد بالتبركيلوسيس سل بصيروا عندهم مشهورين فيها، بس ايش بكونوا؟ late symptoms. night sweats، رح تعرفوا بعدين النايت sweats هي ايش مشهور ب بالتبركيلوسيس and some lymphomas. fever, cough with purulent secretion, dyspnea, chest pain, hoarseness appear and الشغلة المشهورة مين اللي فشكتها؟ hemoptysis اللي بتصير كنا ايش؟ بالكرتون اللي شفناه بالبداية بعض الأصدقاء. متى صار عارف عند البيشن؟ صار نعرف عند السول، بس صار ايش؟ coughing up blood. فتذكروا hemoptysis and night sweats are important features of tuberculosis. the first 3 weeks اوكي، وحتى بتضلها لقدام اوكي. طيب types of TB infection، شو هم التايبس انواع التبركيلوسيس؟ في عندي برايمري تبركيلوسيس، سكندري تبركيلوسيس، بروجريسيف بولمونري تبركيلوسيس، ميليار تبركيلوسيس اند ايزوليتد. بتعرفوهن؟ طيب البرايمري تبركيلوسيس اللي كنت اشرحه قبل شوي بالباثوجينيسيس اوكي، تمام القاعة شباب. اذا البرايمري تبركلوسيس اللي هو بصير عندي انفكشن ب الان سنسيتايزد اور اميونو كومبرومايزد هوست. بصير ايش معنى ان سنسيتايزد؟ يعني البيشنت اللي لسه ما اول مره بتصير عنده تبركلوسيس. اللي حكيت لكم قبل شوي كل القصه حكيناها بالكامل، اللي بالاخير انتهت بشو؟ ممتاز، هاي بدي اسمعها، بهيلينج صح؟ فالبرايمري تبركلوسيس موست كيسز 95% اوف ذا كيسز سوف تنتهي ب هيلينج. الان سكندري اللي هو ري اكتيفيشن اوف تبركلوسيس، خلينا نشرحهم. اول واحد برايمري تبركلوسيس، الان
البرايمري توبركلوز حكيت لكم كل اللي شرحناه قبل شوي شو كان اسمه؟ برايمري تي بي وبينتهي بهيلينج. وين اكثر الاماكن اللي ممكن اشوف الفوكس اللي صار فيه الهيلينج للتوبركلوسس؟ اتذكروا بتكون اما بس نحكي عن ابر لوب باللور بارت اوف ذا ابر لوب او ذا ابر بارت اوف ذا لور لوب. يعني اذا احنا بنحكي عن ابر لوب باللور بارت، واذا كانت لور لوب وين؟ طب بين الابر واللور شو هي المنطقه اللي بتكون بيناتهم؟ لورا، صح؟ فبالتالي تذكروا بالعاده بتكون بالصب بلورا الاريا. شو يعني صب بلورا؟ تحت البلورا. طب شو اسم الفوكس هذا اللي بنحكي عنه؟ اسمه اذا كان صب بلورا كازييتنج جرانيولوما بسميها جون فوكس. فالجون فوكس عباره عن كازييشن سراوندد باي كرونيك انفلاماتوري سيلز ابيثيليويد هيستوسايتس اند لانكانز جاينت سيل. هو حكيت لكم اي جرانيولوما بكون فيها مالتي نيوكليتد جاينت سيل. اذا صار بالفوكس هذا راح صار الفوكس كان بالانلارج هايلر نيمف نودز وذ كازييشن، شو بصير اسمها؟ جون كومبلكس. فالجون كومبلكس هي عباره عن جون فوكس، يعني في عندي نكروسس، في عندي مالتي نيوكليتد جاينت سيل، في مجال سكريت باب الله، يعني في عندي كازييشن، في عندي كرونيك انفلاماتوري سيلز ابيثيليويد هيستوسايتس، ان اديشن شو صار في عندي؟ نود انفولفمنت. مش حكيت لكم قبل شوي بتروح على النيمف نود؟ تمام، اسمها جون كومبلكس. فبالتالي اذا بتلاحظوا هي عباره عن الهايلر نيمف نودز، مش هون اكيد هاي اللانك من جوا الساينس تبعها او الهايلم اريا، وهي عباره عن النيمف نودز. هاي فوكس، هاي فوكس، هاي فوكس. شو اسمهم هذول؟ جون كومبلكس، لانهم عند الهايلر نيمف نود، وهي عباره عن الهايلر اريا اند لوك هير، وهذا الفوكس عباره تحت البلورا، فشو اسمه؟ جون فوكس. لكن الفوكس اللي كان اللي عند الهايلر نيمف نود شو صار اسمه؟ جون كومبلكس. فالفوكس بتكون صب بلورال ما وصلت للهايلر نيمف نود، بس توصل للهايلر نيمف نود شو اسمها؟ كومبلكس. اجين هاي عباره عن جرانيولوما، شوفوا كيف ويل فورمد جرانيولوما، وبكون فيهم مالتي نيوكليتد جاينت سيل. هم واضحين بس مش عارف شان الصوره عليكم. اوكي، هاي اجين شو هاي اسمها؟ مالتي نيوكليتد جاينت سيل لانج هان سيلز، وهي عباره اول اوف ذيم ار ابيثيليويد سايتس. وشو هذا اللي جوا هون؟ كازييشن او كازييس نكروسس. طيب وات هابنز ليتر بعد اللي حكينا عنه؟ اما جون فوكس او الجون كومبلكس. ايش حكينا؟ اوتكم 95% اوف سيل ميديتد اميونيتي هيلينج ان 3 ويكس. جون كومبلكس مع فايبروسس مع كالسيفيكيشن بلس ماينس كالسيفيكيشن شو بصير اسمها؟ رانك كومبلكس. فالرانك يوم صار عندي كازياس نيكروسس ذن شو صار في عندي؟ فايبروسس، وقد يحدث كالسيفيكيشن، اسمها رانك كومبلكس. انكومنلي ممكن يصير في عندي بروجريسيف برايمري توبركلوسز. احنا حكينا اصلا كل الفوكس اللي حكينا عنه اسمه برايمري توبركلوسز، اند ان 95% شو بصير له؟ هيلينج. لكن ان سم كيسز بصير عندهم بروجريسيف برايمري توبركلوسز، رح نشرحه كمان شوي. النوع الثاني سميناه سكندري توبركلوسز او بسموه ري انفكشن. ري انفكشن معناها انه البيشنت هل تعرض لشخص اخر عنده توبركلوسز؟ قد يكون ذلك، وقد يكون انه انا اصلا عندي فوكس وممكن فيه هيلينج، لكن في اكمل بس الله شو مالهم قاعدين بيستنوا. فشو بصير اللي اما arises in a previously sanitized host in one of the following: اما progressive post primary in less than 5% او reactivation of what old focus، او صار في عندي reinfection with a virulent strain. شو يعني a virulent strain؟ يعني resistant to the انتبيتك. اعتقد غدا رح تاخذ محاضره الفارما قديش في عندي مع الوقت شو صار في عندي للتوبركيلوسيس سم ريزيستنس. اوكي، احنا عندنا بالاردن هون موجود بمناطق معينه مثلا بالمفرق وهكذا، والحمد لله مش الريزيستنس الكبير مقارنه مثلا يوم تحكي بافريقيا او مثلا بالهنود بالانديا. اوكي، لكن وين بتصير عندنا الريزيستنس؟ بسبب مين؟ الاميجرانتس المهاجرين. اوكي، هسه سكندري ري انفكشن لوكيشن يوجولي ات ابيكس، بالعاده وين بكون؟ بالابيكس اريا. واي؟
No one knows. But one of the mechanism and one of the hypotheses because it is well ventilated area. في عندي air أكثر بهاي المنطقة. Okay. لكن is 100% true? الله أعلم. Okay. أيضا about 2 centimeter inside. Cavitation is common. بالعادة بيصير لها إيش؟ كيف تجويف أو cavity. Lymph node enlargement less prominent. بالسكندري بالعادة lymph node مش زي البرايمري. Less prominent. And sputum is positive for tuberculosis, but a lie in most cases. وهذا هو the best test. أفضل شيء إنك تشوف tuberculosis بعينك. هذا the best test for the tuberculosis. تعمل عينة بس اللاي وتعمل الستينز زي النيلسون ستين وتشوف بس اللاي نفسه. عبارة عن كافيتي. تخيل كيف منظر الكافيتي. لدخل لدرجة إنه دخل إيش؟ عبارة عن حديدة معينة. نسميه بروب. بروب دخله وشوفنا قديش في عندي كافيتي. حكت طيب هذا البيشنت ليش شكل اللنج عنده؟ مدخن عباره عن سموكر. فبالتالي اصلا السموكر از ون اوف ذا ميكانيزم ذات ليد تو اصلا ايش؟ سكندري توبركلوسز. من اللون عرفناها صح؟ سيمبتومز هيموبتسيس. هون الهيموبتسيس فيري كومن عند هذول البيشنت. فيفر، لوس اوف ويت، نايت سويتس اند بلوريتيك بين. Extrapulmonary manifestation if present may be asymptomatic. مشكلته في هذول إذا asymptomatic اعدي. أوكي؟ بصير يعدي غيره كثير. Outcome may heal or become progressive. السؤال المهم اللي ممكن أسألكم إياه ليش بصير عندهم hemoptysis؟ Due to erosion of bronchial artery. شو اسم الأرتري بصير له erosion؟ Bronchial artery. هسا بدنا نحكي على progressive pulmonary TB. حكينا بكون in less than 5%. This can occur after primary or secondary tuberculosis. إما after primary إذا كان نفسه هذا الفوكس ما صار له healing وهكذا، أو secondary tuberculosis صار عندي reinfection أو المناعة قلت وهكذا وصار عندي إيش progressive primary TB through the following routes. إما tracheobronchial tree and lymphatics. بيصير له tuberculosis bronchopneumonia or miliary pulmonary disease. شو معنى miliary؟ يا بنتقل بأكثر مكان وممكن داخل اللانج يكون miliary. يعني بتلاقي focus 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 بكل مكان باللانج. اوكي؟ pleural involvement leads to effusion, emphyema. شو emphyema؟ pus or obliterative fibrous pleuritis. شو معنى obliterative fibrous pleuritis؟ من اسم يعني بلورا صار لها inflammation with fibrosis and obliteration تصير تسكر. Or spread through lachia to the larynx. فبالتالي بيؤدي إلى laryngeal tuberculosis. Other possibilities بعد progressive primary cellular swallowing when يصير في عندي intestinal tuberculosis. وأنا شفت أكثر من حالة من intestinal tuberculosis. أو spread through pulmonary veins على الهارت systemic generalized شو spread. عرفت شو يعني progressive primary tuberculosis؟ تمام؟ بعدين في عندي systemic miliary tuberculosis. نفرقها عن pulmonary miliary tuberculosis. pulmonary miliary يعني إيش؟ باللنك بتكون معبي sites. systemic عن طريق الهارت اللي حكينا عنه نقل لوين؟ لكل الجسم. ولا كل الجسم ممكن يروح للليفر، للبون مارو، للسبلين، ادرينالز، مننجز، كيدنز، وكل هذولا انا شفتهم من قبل. كل واحد ممكن يروح على اي سايت من هذول الموجودين. فبالتالي هاي الصوره مثلا سيستميك ميلر توبركلوسيس مثلا هاي ممكن تكون من الليفر، جي اي. اوكي؟ هس بعدين في شيء بسموه ايزوليتد اورجان tuberculosis. شو يعني isolated؟ يعني مثلا انتقل عن طريق البلد لا low grade bacteremia، يعني مش بكتيريا كثير لكنه تركز بمنطقة معينة وعمل granulomatous infection. For example ممكن يروح على salpingitis. شو يعني salpingitis؟ of the لا ما زبطت معك بالفيميل بالفالوبيان تيوبس. اوكي ممكن يروح على الفلوبيان تيوبس اند اندومترايتس. فبالتالي ليدز تو وات جينيتال ستيريليتي الحقن. ممكن يروح على فيرتيبرال توبركلوسيس. شو اسم المريض مرض هناك بتكون بالفيرتيبرا؟ تعرفوها من قبل
بوتس ديزيز مهمة. ممكن نروح على الادرينال جلاندز ويعمل لي ايش؟ اديسون ديزيز. طبعا اديسون ديزيز هو عبارة عن مرض صار عندي ديستركشن ادرينال جلاند، فصار عندي قلة الهرمونات اللي بتطلع من وين؟ الادرينال جلاندز. بس عشان اوضح لكم، يعني انا بس احكي اديسون ديزيز doesn't mean tuberculosis. It is as a result of tuberculosis. يعني ممكن يصير عندي انفاركشن لاي سبب بالادرينال جلاند. شو اسم المرض بصير؟ اديسون ديزيز. بتفرق عن مين؟ عن البوتس. البوتس فيرتبرال توبركلوسيس. وصلت؟ اوكي. ممكن يروح عندي على توبركلوس ليمفادينايتس اند سكروفيولا ديرما، بتروح عندي بالنك. اوكي. رينال انفكشن، فبالتالي بصير عندي توبركلوس كرونيك بايلونفرايتس او نفرتك سندروم ميل جينيتك سيستم وهي الاشياء ما بهمني الان. او ممكن يصير عندي كرونيك تي بي اللي هي كلمه سكندري اميلويدوسيس. ذاكين بس شرحت لكم اميلويدوسيس عباره عن accumulation of beta amyloid. حكيت لكم هاي بتصير مع اي كرونيك انفلاميشن، اي كرونيك ديزيز اوكي بالبادي. وان اوف ذا كرونيك ديزيزز اذا كانت كرونيك توبركلوسيس يصير عندهم ايش؟ سكندري اميلويدوسيس. بتكون مع الكرونيك ولا اكيوت توبركلوسيس؟ كرونيك، لان شرحت لكم الاميلويدوسيس بتكون مع الكرونيك diseases. اوكي، بهمني بهذول السلايدين اهم كلمتين اللي هم البوتس ديزيز. اوكي، فعباره عن ادرينال جلاند صار لها، طلعوا تشوف كيف الشكل، عباره عن كازيوس نكروسيس. بالنهايه شو بصير عند البيشنت؟ اديسون ديزيز. بس هنا قاعد بحكي اديسون ديزيز لا تعني ايش؟ النيرتبي، وانما از ا ريزلت اوف ذا توبركلوسيس. هي عبارة عن spinal tuberculosis. حكينا ايش اسمها معناها؟ بوتس ديزيز. هي عبارة عن سكروفيولا اللي هي بتكون بالسكن، حكيت لكم بالنك. اوكي، هي عبارة عن تي بي مانينجايتس راح على على البرين. Until now true or false، خلينا هيك مع بعض بس للتذكار. Hemoptysis occurs through erosion of the internal mammary artery. شو حكينا؟ برونكيال ارتي. ممتازين. Most cases of primary tuberculosis resolve. True. شو يعني resolve؟ عن طريق مين؟ Hearing. كم النسبة؟ 95%. TB is always confined to the lung. False. ما احنا حكينا قبل شوي meninges وهاي وهكذا. TB is increasing worldwide. True. بزداد صح؟ بتنظر الأشياء السهلة يعني بس هيك refreshment. Tuberculosis in the HIV patients. معايا شباب؟ الآن bacterial pneumonia in general are commoner. بالعادة وين بتكون؟ أكثر باللنج. أوكي، tuberculosis in initial phase of HIV is usually secondary reactivation tuberculosis. يعني احنا حكينا السكندري بيكون مع decreased immunity. يعني ممكن يكون patient قبل ما يكون عنده AIDS كان عنده توبركلوسيس وكانت برايمري فوكس وبس متخبيين جوا بالجوات هذاك الفوكس، لكن لانه صارت عنده قله بالمناعه شو صار في عندي؟ سكندري توبركلوسيس. الليت ستيجز لانه بقل عندهم المناعه بتقل بتقل بتقل، ما في عندي اي ديفنس ميكانيزم. مشان هيك هي اهميه مين؟ الجرانيولوما. الجرانيولوما شو اهميتها؟ بتعمل وولينج اوف. شو معنى وول اوف؟ بتحيط بالانفكشن. بحالات الايدز ما بتصير عندي ايش؟ الجرانيولوما اللي بعرفها. فبالتالي شو بصير عند البيشنت؟ ميليار توبركلوسيس اند اتيبيكال توبركلوسيس ايفن. مايكوباكتيريوم ايفيوم اللي حكيت لكم عباره بتكون الا بس بتكون بالاقل من less than 50 سيلز اوف تي هيلبر سيلز، بتكون تعمل بولي فورمد جرانيولوما without كازيشن. كنا مين اللي بيعمل كازيشن؟ شو اسم الفاكتور اللي بيساعد بالكازيشن؟ تيومر نكروس فاكتور. كيف نعمل دياجنوسيس؟ كلينيكال بيكتشر ببين على البيشنت نايت سويتس مثلا، هيموبتيسيس، لوس اوف ويت وهكذا. اكس راي بيكتشر بشوف الجون كومبلكس فور اكزامبل او الجون فوكس. وسبيوتم اما بشوفهم عن طريق دايركت اكزامينيشن فور اسيد فاست باسيلاي زد ان. شو يعني؟ زين نيلسون او اورامين رودامين ستين. هاي احدى الرودامين ستين عباره عن امينو فلوريسنس او بي سي ار بوليميريز تشين رياكشن او كلشر اوف سبيوتم. لكن اذا بدك تعمل كلشر تخيلوا كم؟ 6 اسابيع. فيعني انسى الموضوع.
لانها لو بروليفراتيف. اكيد اخذتوها بالمايكرو صح؟ يا هاي حكينا شو اسمهم هذولا؟ جون كومبلكس صح؟ لو كانت تحت البلوره شو بكون اسمها؟ فوكس. لو كان مبين انه في عندي كالسيفيكيشن شو بصير اسمها؟ رانكي كومبلكس. اوكي؟ اوكي. هاي زي النسلستين فيري انترستينج، بتكون زي هيك بهذا اللون بينك، وهي عباره عن باسيلاي صح؟ في عندنا ايش بسموه؟ سكين تيست. اي واحد بيجي من برا مثلا وافد بيعملوا له فحص دائما وابدا بسموه تبركلون سكين تيست. ولو انك بدك تطلع برا دائما وابدا بيجلطوك بشيء اسمه بالمانتوكس سكين تيست. اوكي؟ يعني حتى بس كنت خارجا كان كل سنه يعملوا لي اياه. ليش؟ بيعملوا انتراكيوتينيوس انجكشن اوف بيوريفايد بروتين ديريفاتيف بي بي دي تيست. شو بي بي دي؟ بي بي دي ديريفاتيف يعني عباره عن بيوريفايد، يعني مش تبركلوسز نفسها وانما تكون بيوريفايد اوكي انتيجنز. بشوف اذا بصير في عندك رياكشن. هسه الاصل ما يكون في عندك رياكشن، احنا بنصير نقيمها الانديوريشن حسب الهيستوري تبع البيشنت، 5 سنتيمتر 10 سنتيمتر، رح تاخذوهم اكثر ان شاء الله بعدين. اذا صار في عنده انديوريشن احمرار اكثر من 5 سنتيمتر او 10 سنتيمتر بشك انه ايش عند البيشنت؟ تبركلوسز. معناه في مشكله للموضوع، ممكن يكون البيشنت عباره بس هايبر سنسيتيفيتي. فبالتالي usually it's followed by chest x-ray. إنه أنا صار في عندي induration شو بعمل لهم؟ chest x-ray. طيب الآن بالعادة كم تأخذ مني وقت؟ 48 to 72 hours. ليش بدها هذا الوقت؟ لحد ما تيس المديات الاميونيتي أو الميموري سيلز يصير لها activation. أوكي؟ يعني مش neutrophilic reaction، بدها سيل مديات reaction. أوكي؟ ها عبارة عن بسموه ال PBD testing، وبشوف الانديوريشن. هون مثلا هاي بحكي لكم هاي 1 سنتيمتر، فلو بدك تقيس 1 2 3 4 5 ممكن 6 سنتيمتر عند البيشنت. اوكي؟ طيب وين المشكله بهذا الموضوع؟ هل خلص اذا صار في عندي انديوريشن بحكي انه عند البيشنت توبركلوسس؟ عندي مشكله كالتالي، ممكن يكون عند البيشنت هايبر سنسيتيفيتي تو باسيلاي ذات دازنت ديفرنشيشن دازنت ديفرنشيت انفكشن فروم active disease. انا فكرت لكم من البدايه ممكن اي واحد منا صار عنده infection، لكن infection تختلف عن disease. يعني ممكن كان عند البيشنت في البدايه برايمري تي بي وسيمبتومليس وخلص صار له وولينج اوف الانفكشن وانتهى الموضوع. فبالتالي ممكن يكون عند البيشنت، خلينا نبلش بالفولس بوزيتيف. ايش يعني فولس بوزيتيف مانتوكس تيست؟ او اسمه مانتوكس تيست يعني فولس بوزيتيف، يعني هو ببين لك بوزيتيف لكنه فولس. مثل مين؟ infection by atypical mycobacteria أو previous vaccination with BCG. إحنا أصلاً متى أخذنا الفاكسينيشن تبع BCG؟ على أي عمر؟ شهر. أوكي؟ فعلى عمر شهر إحنا أخذنا الفاكسينيشن. فبالتالي لو كان الفاكسينيشن كثير قريب مثلاً من الفحص كثير قريب وقت، بس إحنا نحكي عن شهر، لكن واحد عمله أخذ الآن وعمل هذا الفحص بعد كم من شهر، بالعادة شو ممكن يكون عنده؟ positive test. اما انت لو عملته بيكون نيجاتيف لانه اخذناه على اي عمر؟ شهر. زمان هذا الكلام. طب شو يعني فولس نيجاتيف؟ يعني بيطلع نيجاتيف لكنه فولس. مثل مين؟ ساركيدوسيس او مال نيوتريشن، هوتشكن ديزيز، اميون سبريشن، فولمينن تبركلوسيس. ليش بالاميون سبريشن؟ انت عملت التست شو حكيت لكم قبل شوي 24 72 من ساعه، لانه بيعتمد على مين؟ تي سيل ميديت اميونيتي. فلو صار في عندي ديكريز بالاميونيتي هل رح يصير في عندي رياكشن؟ لا، فبطلع لي نيجاتيف لكنه فولس نيجاتيف بحالات مثل اوميون سبريشن، هوتشكن ديزيز او مال نيوتريشن وهكذا. اوكي؟ طيب احدى الفحوصات الجميله بسموها انترفيرون جاما ريليز اساي، هسه الان صار يعتبروه الجولد ستاندرد. شو وظيفته؟ شو الادفانتجز تبعيته؟ ديتكشن اوف ليتنت tuberculosis in HIV patients. فحتى ال HIV patients اللي بتكون عندهم immunity قليلة ممكن يعملوا detection. يعني انت روح جيب AIDS patient عمل له المانتوك تيست، هل بيكون بوستف؟ لا. ليش؟ immunocompromised. وصلت الفكرة؟ يعني false negative. BCG vaccination doesn't give false positive. حتى لو أخذ ال BCG vaccination هل بيعطيني false positive؟
لا. فبالتالي هذا الفحص تذكروه انترفيرون جاما ريليز اساي. لازم نروح لباراسيتيك انفكشن اوف ذا لانج. سلايد سريع. باراسيتيك انفكشن اوف ذا لانج كومون عندنا هون، يعني احنا هون بنلاقيه. اوكي، اللي هو عباره عن انه نحكي عنه الهايديتد ديزيز، هايديتد سيست. هايديتد سيست كومون ان ميديترينيان اند ميدل ايست كونتريز. انفكشن باي لارفال ستيج، هاي احفظوا لي الاورجانيزم ايكينوكوكس جرانيولوس، ما بعرف اخذتوه بالمايكرو. ممتاز. عباره عن تاب وورم. ليش احنا عن منتشر بالميديتيرين بوبوليشن؟ بسبب مين؟ الدوجز. فالدوجز انا بيعمل بتصير بتطلع ايش؟ عبارة الادلت بتكون داخل الدوجز، فالدوجز بتبيض. اوكي، او سوري، الورم بتطلع صار بدي اشوف مين مصحصح. فالان الايجز تطلع من الورم. اوكي، فبروح عن طريق وين بروح؟ على الفيسز. وين بكون بالفيس؟ يعني على الجراس، على العشب. اوكي، من العشب بصير في عند الانترميديت ستيج بسموها لارفا ستيج ان شيب اند هيومن. مين باكل هذا العشب؟ الشيب، الغنم. فانت بتروح تاكل الغنم وجواته السيست، انت مش منتبه انه اصلا في سيست داخل الغنم. اوكي، او اذا الهيومن ايش؟ اكل. اكيد ما اخذته بالمايكرو، او يمكن بالسنه الجاي. مين افكتس ليفر بات اذر اورجانز تو مثل لانج برين اتسترا، مي بي اكومبانيد باي ايزينوفيليا. ليش ايزينوفيليا؟ احنا بنحكي عن ورم. دايجنوست باي ام ار اي اند سي تي بلس سيرولوجي. شباب صبايا، فورمز ا لارج يونيولوكولار سيست. احفظوها، بالعاده شو بتكون عندي؟ سيست وذ لامينيتد ممبرين. هاي عباره عن السيست، هاي ليفر، هاي عباره عن سيست. اوكي، شوف السيست ما اكبرها، وشوفوا كيف منظرها من تحت، عباره عن لامينيتد. شرحت لكم من قبل شو معنى لامينيتد، عباره عن لايرز. اوكي، اوف ايزينوفيليك ممبرينز، وممكن اشوف الورمز تكون على الوول نفسه. اوكي، مثل هون، هاي عباره عن الورم. اوكي، فعباره عن لامينيتد وذ سكوليسز. شو يعني سكوليسز؟ الراس تبع الورم. اوكي، عباره عن دوتر سيست. شو التريتمنت الوحيد اللي لها بالعاده؟ سيرجيكال ريموفال، او انك بتدخل بسيرجري وبتدخل ماده جوا بتحقنها داخل السيست، اذا ما بدك تشيل السيست نفسه، اذا كنت خايف من هيموريج. يعني انا كنت خايف يصير عندي هيموريج بمكان خطير، فانا بفتح وبحاول احقن من الداخل. اوكي، وين المصيبه بالموضوع؟ اذا بتلاحظوا في عندي وولينج اوف، هاي العمليه الجراحيه لازم اغطي المكان بالكامل لاني بخاف من شغله خطيره جدا. بس افتح السيست تطلع السكوليسس، الديدان هذول جوا، وينتشروا وين؟ لداخل الجسم، لانه اذا دخلوا على الدم مباشره بصير عند البيشنت انافلاكسس، انافلاكتيك شوك. اوكي، فبكونوا جدا حذرين انه ما يصير في عندي ربشر على البلد. طبعا هاي كومن بروسيجر هون بيعملوها كثير. ليش حكيت لكم؟ بسبب الدوجز والشيب وهكذا. ها شايفينهم؟ هاي الروس تبعونهم. اوكي، خلي معنويتكم عالية. اوكي، لحد الان كيف السلايد؟ صعب ولا متوسط؟ مشينا بجوز مش عارف 70 سلايد يمكن. اوكي، هسه نروح على ديزيز اوف ذا بلورا، هاي لازم نحكيها بسرعه. اوكي، هاي المحاضره كثير مهمه، اتليست 3 كويستشن رح اجيب عليها. اوكي، فانتوا 3 تو 4 يعني تحكوا عن تقريبا 10% من الامتحان، امتحانكم الفاينل. اوكي، فبدي اياكم تركزوا عليها مظبوط. ديزيز اوف ذا بلورا لانها اصلا كومن بحياتنا. هسه البلورا ليش حبيت اعطيها مهمه؟ لانه مع انه ما كانت طلعت السنوات السابقه، بس لكنها جدا مهمه عشان تعرف شو المعاني اللي لها. انا مستغرب اصلا انها ما كانت طلعتها، بس بهمني بهاي بالانتيتيز اللي راح نحكيها اليوم، البلورا فيوجن نوموثوركس اند ميزوثيليوما. مين بيتذكر ميزوثيليوما اسوشيتد ويز؟ يلا لا مش ساركو، مين؟ اسبستوس، اسبستوسز. ممتاز، تذكر دائما ابدا ميزوثيليوما ريليتد تو اسبستوسز. طيب بس نحكي بلورال فيوجن سهله، هاي الجزء اللي بنحكيه هيك خذوه ببساطه بامور تمام. بس نحكي بلورال فيوجن بسهوله، شو معناها؟ فلويد بالبلورا. هذا الفلويد بصير عندي بالبلورال سبيس، فشو بصير عند البيشنت؟ تشست بين،
شاردن صفر بريس. ليش؟ انت بتحكي عن فلويد داخل البلوره، فشو بصير له باللنج؟ كومبريشن صح؟ شو الكلينيكال ساينس؟ دلنس اون بيركشن. ذاك اللي حكينا شغله دلنس، فانت عبارة عندك فلويد زي مبدا لوبر نيومونيا، فانت عندك فلويد فشو بدها تصير عند البيركشن؟ دل مش ريزونانت و ديكريز ان بريثنج ساوند. يوم مثلا بدك تسمع الهارت او تسمع البريثنج تبع البيشنت تحسه قليل مفلد ساوند. ليش؟ لانه في عندي بلورا ديفيوجن، في عندي بارير مانع سماع صح؟ طيب هنا عباره، شوف هاي اللنج صار في عندي بلورا، شو صار باللنج؟ شو صار لها لفوق؟ كومبريشن. هاي اجين نفس منظر مين؟ اللوبر نيومونيا، بس انا اكيد راح اميزها عن اللوبر نيومونيا. ليش راح اميزها؟ اذا بتلاحظوا هيك زي الفلويد عامل، اوكي؟ اما اللوبر نيومونيا ذاكرين كيف كانت كت ايدج، ببين اللوب بالضبط زي ما هو. فلو البيشنت ميل حاله شوي شو بصير بالفلويد؟ بده يميل. عشان هيك لو واحد اكيد تسمعوا مي على الرئه، اصلا تسمعوها كثير، هي اللي بيحكوا عنها مي بالرئه، لو عندكم جد او كذا عنده مي بالرئه، بحكي لك اكثر شيء بتضايق وين؟ يوم يكون نايم. ليش؟ بس تكون نايم بده يغطي على اللنج كلها. اما شو بحاول يعمل؟ يقعد عشان يصير الفلويد وين يتجمع؟ لتحت. فبالتالي بيبقى اقل في عندي بريثنج. طيب بلورال فلويد، كيف طرق البلورال فلويد؟ رح تاخذوها اكيد اخذتوها بالفسيولوجي، فما راح اركز عليها كثير. اللي هي مثل انكريز هيدروستاتيك بريشر، اللي هو عباره عن من البلاد فيزل زاد الهيدروستاتيك بريشر، فوين بروح البلاد؟ على الانترستيشيوم والبلورا. اللي هي مثل مين حاله مشهوره؟ كونجستيف هارت فيلير. انت الهارت مش راضي يضخ دم، فبالتالي تجمع الفلويد وين؟ بالبلاد فيزلز. نشرحها بالسي في اس. او فاسكولار بيرميابيلتي بحالات نيومونيا، البيرميابيلتي فيزلز مشهوره نيومونيا. اصلا شو كانت فيرست ستيج في نيومونيا؟ بالفور ستيجز كونجستشن. شو معنى كونجستشن كمان؟ شو بصير في عندي؟ انكريز ان ذا بيرميابيلتي. حلو كيف نفسر الاشياء مع بعض؟ او increased intrapleural negative pressure، داخل البلورا نفسها النيجاتيف بريشر زاد، فصار يسحب الفلويد للبلورا نفسها. واصل الفكره؟ مثل مين؟ اتلاكتاسيس. ايضا decreased vascular osmotic pressure، يعني داخل الفيزل osmotic pressure قال، فبالتالي بروح وين؟ لبرا. مثل مين مشهوره بالosmotic pressure؟ نفروتيك سندروم، لان نفروتيك سندروم بقل عندي البروتين المسؤول بالعاده عن الاوزموتيك بريشر. ايضا ديكريزد ليمفاتيك درينج. اصلا البلوره كيف من احدى الميكانيزم، البلوره كيف بتحافظ على الفلويد اللي لها دائما طول الوقت؟ عن طريق الليمفوم، عن طريق الليمفاتيك. شو حالات مشهوره بتعمل ليمفات ديكريز بالليمفاتيك درينج؟ انه يصير عندي اوبستراكشن للليمفاتيك، مثل ليمفوما او بسموها ميديستاينال كارسينوماتوسيس، عبارة عن كارسينوما بالميديستاينم انتشرت. البلورال فيوجن تنقسم إلى ترانسيوداتيف، ترانسيودات أو اكسيودات. ترانسيودات اقرأوها أنتم منيح بس ارجعوا البيت. الترانسيودات بكون عندي مور فلويد أند لس بروتين أند لس سيلز، يعني أكثر فلويد. لكن الاكسيودات شو بتكون؟ مور بروتين أند مور سيلز، اللي هي بتكون بالعادة مثلا بإنفلاميشن أو تيومر. فبالتالي ما دام حكينا انفلاميشن، مين بالعاده بيعمل لي انفلاميشن؟ مثل نيومونيا، مش حكينا بس عندي كونجستشن، او بصير حالات مالجرانسي او التبركلوسس. لكن الترانسيودات عباره عن مور فلويد، زي مثلا كونجستيف هارت فيلر. بالكونجستيف هارت فيلر انت جاست يو ار جاست بوشينج ايش؟ فلويد على البلورا. شو الكرايتيريا اللي بتميز بالترانسيودات والاكسيدات؟ اسم الكرايتيريا لايتس كرايتيريا. اقرأوا الجدول لكن ما راح اسألكم بالامتحان الا شو اسم الكرايتيريا، شو بسميها؟ لايتس كرايتيريا. بس سهله، يعني بالاكسيودات مثلا بكون عندي مور مثلا بروتين، اوكي؟ انسوا بس اتذكر اسمها لايتس كرايتيريا. هيموثوركس ايش معناها؟ بلد. بالعاده شو سبب البلد؟ تروما. اوكي؟ مثل ريبشر اوف انيوريزم. بيوثوركس او امبيما ايش معناها؟ بس كايلوثوركس ايش معناها؟ شرحتها من قبل باللاب، عباره عن ليمفاتيك ليمف بالبلورا. نوموثوركس هي مهمه من الاسم، ايش معناها؟ اير ان ذا بلورا كافيتي. لحد الان سهل صح اللي بنحكيه؟ فالان اير اير ان ذا بلورا كافيتي شو الاتيولوجيز؟
شرحت لكم من قبل النيوموثوراكس ذاكرين، بس حكينا عن اللانج ابسس، وقلنا باللانج ابسس كان في عندي الاير فلويد ليفل، فلويد تحت والاير فوق، وقلت لكم ممكن لهذا هاي الابسس تفتح على اللانج وتفوت جوات داخل البلورة، فيصير الاير وين؟ على البلورال سبيس. واذا صار في عندي اير بالبلورال سبيس بصير نفس مبدا الفلويد، شو بصير في عندي كومبريشن على اللنج. بس شو الفرق؟ انتوا قاعدين بتحكوا عن اير هواء، فشو تتوقع مين اسرع يتجمع داخل البلورال سبيس، الاير ولا الهواء؟ الاير ولا الفلويد؟ الاير، لانه اصلا اللنج مليان اير صح، فبالتالي تخيلوا التجمع السريع اللي راح يدخل وين؟ على البلورال سبيس. وين المصيبة؟ فمرة واحدة بدخل هواء على البلورال سبيس، ومرة واحدة بصير عندي كومبريشن على اللنج، ممكن مرة واحدة يصير عندي ميدياستاينال شيفت ويعمل لي كومبريشن على الهارت. اوكي، فلازم تلحق البيشنت، تعتبر هاي ميديكال امرجنسي. فبالتالي شو التيورجيز للنوموثوركس؟ اما ياتروجينيك، مثلا انت عملت ياتروجينيك يعني من الخارج، انت عملت انتوبيشن، وانت بتعمل انتوبيشن دخل وعملت فتحه ودخل هواء وين؟ على البلورال سبيس، او سنترال لاين انسيرشن، او سبونتينيوس، مشهوره باليانج تول ميل سموكرز، مشهوره بكل الاسئله اللي برا، ان هذول ممكن يصير عندهم سبونتينيوس نوموثوركس. ايضا يوجوالي ديو تو ربشر اوف ذا سب بلورال بولي، بكون في عنده بولي فصار لها ربشر بولي يعني كيس، ويصير في عندي هواء داخل مين؟ اللنج. سكندري مثل لنج ديزيز، مثل انفيزيماتوس لنج، مش حكينا الانفيزيما عباره عن هواء تجمع الوولز تدمر وصار في عندي تجمع هواء هايبر انفليشن، فيدخل وين؟ على البلورا. طيب في عندي سمبل وير جاست ممكن يكون عندي اوبننج ويدخل هواء ويطلع، شو بصير عند البيشنت؟ تشست بين، شورتنس اوف بريث، وهكذا. هاي عبارة عن البلورا، هاي عبارة عن اللنج. شوفوا هون قديش في فراغ، صار كلير، يعني هون انت ملاحظ انه في اثر لنج صح، هاي عبارة عن البرونكاي، لكن هون صارت كلين، عبارة كأنك انت اخذت صورة واخترقت كأنه فراغ، فهي عبارة عن نوموثوركس. هاي البلورا الوايت لاين، هاي حد البلورا تبع اللنج، وهون عبارة عن شو صار؟ فراغ. المصيبة مين؟ بالتنشن نوموثوركس، اللي هو بصير في عندي opening in the pleura in one way. شو معنى in one way؟ يعني بدخل هواء على البلورا بس ما بيطلع منها، فب air can enter but cannot get out، فبصير عندي build up of pressure, compression of pericardium, decrease venous return، بقل كمية ال venous return، فبصير في عندي cardiopulmonary dysfunction, it is a medical emergency. عبارة عن tension pneumothorax، تخيلوا كيف اللنج صار لها compression، وهي عبارة عن مكان الهواء. اوكي طيب again، شوف كيف اللنج، وين الهارت؟ مفروض الهارت تشوف اثره هون صح، زي ما انا بأشر هاي المنطقة صح، شو صار بالهارت؟ shifted to the other side. هل في اي اثر للنج هون؟ clean، فصار هاي عبارة عن tension pneumothorax، الهارت اندفع للمكان الاخر. واضح وصل الفكرة؟ هاي عبارة عن اللنج ليفت لنج، وهي عبارة عن مكان الرايت لنج، مكان الرايت لنج صار كله اير بسبب مين؟ تنشن نوموثوركس. كيف عرفت ان في عندي نوموثوركس؟ ما في عندي أي أثر لللنج، لو تشوف نورمال تشست اكس راي راح تشوف هذا الإشي اللي هون، شايف هذا الأثر اللي هون؟ هون شو صار عندي؟ كلين، اتس اونلي اير، دخلت الصورة تبعت الاكس راي الأشعة وطلعت. طب شو صار بالهارت؟ انا في عندي هواء دفع اللنج اللي كانت اصلا هون ودفع الهارت اللي كان هون، فصار في عندي كومبريشن. لا يا حبيبي، الهارت مش كله يعني مش كل الهارت بالليفت سايد، صوره الهارت زي هيك كمان، حتى هون في عندي كومبريشن هارت ليفت سايد، بس هل هو كله بالليفت سايد؟ جزء منه وين بكون؟ بالرايت سايد. اوكي فانت يوم تعمل صوره مش كيفش عند نورمال، فلما تعمل صوره لازم تشوف جزء من الهارت هون بهذا المكان. اوكي جزء من الهارت لازم تشوفه هون، لكن انا شو صار عندي بالهارت هون؟ بوشت. وحتى اذا بتشوف الفيرتبري، هاي الفيرتبري ما في قدامها هارت، ما هو الفيرت
وصلت الفكره؟ فانا اكيد عند البيشنت شو صاير في عندي؟ شيفتنج لميديستاين، وشيفتنج لمين؟ للهارت. طيب شو العلاج؟ بعمل تيوب ثراكوتومي، بدخل تيوب باماكن معينه، مثلا بالفيفث انتركوستال سبيس، بدخلها على اللنج على البلورال سبيس، نفست مين؟ البلورا. تخيلوا كيف الموضوع؟ بعدين بتسكرها، بس بتتسكر خيط او شيء، بس اهم شيء ايش انت؟ هسا اذا كانت يعني يا بتلحقه مثلا، يا بيعملوا بدك الامرجنسي مش قادر الحق، بس بدخلوا تيوب باي طريقه، انا ادخل تيوب زي كانك ايش طلعت الهواء من العجل. اوكي طيب اخر شيء ميزوثيليوما، بسرعه تيومر اوف ذا تيومر اوف وات مالجن تيومر اوف ذا بلورا. باهم شغله بدي اياكم تتذكروها، 90% من ميزوثيليوما از ريليتد تو اسبيستوس. فانت بس تحكي ميزوثيليوما ات از اسبيستوس انتل بروفن اذروايز. طيب 80% مهم جدا تتذكروا شو الميوتيشن سي دي كي ان 2 اي انك 4 اي. اذا بهذا السلايد ميزوثيليوما اتس مالجنت تيومر اوف ذا ميزوثيليال لايننج. شو الكوز؟ بالعاده اسبيستوس. وشو الجين ميوتيشن؟ طيب سؤال، ما دام نحكي اسبيستوس، طب شو اكثر تيومر بتعمله الاسبيستوس؟ احنا حكينا ميزوثيليوما اكثر شيء تو بي كوزد باي، يعني الميزوثيليوما اكثر سبب لها الاسبيستوس. طب لو اخذت الاسبيستوس نفسه، شو اكثر تيومر بيعمل الاسبيستوس؟ ات از برونكوجينيك كارسينوما نط الميزوثيليوما. يعني الاسبيستوس كاسبيستوس لو بده يعمل تيومر اكثر شيء ايش بيعمله؟ برونكوجينيك كارسينوما، لكن ايضا بيعمل ميزوثيليوما. لكن لو مسكت الميزوثيليوما لحالها وشفت مين اكثر شيء كوز، بكون مين عندي؟ الاسبيستوس. اوكي شوف كيف منظر الاسبيستوس، طبعا فيري اجلي تيومر، وممكن تكون ما بهمني هذا السلايد، بدي اياكم وخلص. اوكي تذكروا انه 50% of patients بس لكم die within 12 months، فبالتالي هو خطير ولا مش خطير؟ it's a dangerous disease. اوكي يعطيكم العافيه، الله يعافيكم يا رب. any question بسرعه؟